إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع اللهم بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وخطبتنا اليوم عن موضوع قامت عليه الرسالات كلها من لدن آدم عليه السلام حينما كان نبياً إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصدق ولذلك ترى ربنا عز وجل قال في كتابه ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الصدق يبين لنا أن الصدق أهم شيء في هذه الحياة والصدق يسوق صاحبه إلى الجنة ولذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب ليس عند الناس وإنما يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور يهدي إلى الفجور وإن الفجر يهدي إلى الجحيم إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولذلك مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء بصدقهم وسجل ذلك في قرآنه فقال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام واذكر إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وتكلم عن إسماعيل عليه السلام فقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وتكلم أيضا عن إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا حتى تكلم عن إسحاق وتكلم عن يعقوب حينما قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل نزول الوحي عليه بالصادق الأمين ولذلك لما ذهب أبو سفيان في تجارة إلى الشام وعلم بذلك هرقل فجمعهم إليه وسأل أبا سفيان سؤالا فقال له هذا النبي الذي ظهر فيكم أجربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال
أي قبل أن يدعي النبوة؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ولذلك كان الصدق من علامات النبوة التي عرف هرقل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بها. من أجل ذلك لابد أن نسأل أنفسنا، هل نحن من الصادقين أم من غير الصادقين؟ وحينما نتكلم عن الصدق نسأل سؤالا، ما هو الصدق؟ قال الصدق هو مطابقة الواقع. حينما يسألك أحد أين كنت بالأمس، فعليك أن تقول له لقد كنت في المكان الفلاني، وهذا يكون صدقا. أما إذا قلت غير الحقيقة فإنك تعتبر من الكاذبين. وعلى ذلك فالصدق مطابقة الواقع، أو بتعريف آخر هو الصدق هو صدق الباطن مع صدق الظاهر. ولذلك صنف الله تبارك وتعالى الناس إلى ثلاثة أصناف، صنفان صادقان وصنف كاذب، صنفان صادقان وصنف كاذب، صنفان يقولون ما يعتقدون، وصنف يقول خلاف ما يبطن. اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة حينما صنف الناس إلى ثلاثة أصناف عن المؤمنين وجعل فيهم خمس آيات: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر هذه الآيات. ثم جعل الصنف الثاني وهم الكفار، فالكفار أيضا صادقون في معتقداتهم، ولذلك كان الشيطان أيضا صادقا حينما قال للحق تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إن الصنف الثاني الذي يطابق ظاهره باطنه هم الكفار، حيث قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا، قال الله تبارك وتعالى عنهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتان في الكفار وخمس آيات في المؤمنين. ثم تكلم ربنا عز وجل في سورة البقرة 13 آية في من يخالف ظاهره باطنه وهم المنافقون، حيث قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. 13 آية تكلم ربنا تبارك وتعالى عن الكاذبين المنافقين. ولذلك فإن الصدق يجعلك مخالفا للمنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قالوا أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قالوا أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ولذلك ترى أن آفة المسلمين في بلادهم اليوم هو الكذب. ما كان لكاذب أن يحكم صادقين، وما كان لظالم أن يقود عدولا، وما كان لكافر
أن يقود مؤمنين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. لماذا؟ قال: إنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا كان القوم صادقين لا يتحملون كاذبا أن يحكمهم، ولا يتحملون ظالما أن يحكمهم. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن مرتبة الصدق هي مرتبة بعد مرتبة الأنبياء مباشرة، حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. جعل الله تبارك وتعالى الصديقين المرتبة الثانية بعد النبيين، وأتى بها قبل الشهداء والصالحين حينما قال ربنا عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال ربنا عن سيدنا رسول الله وأبي بكر الصديق: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عباد الله، إن كل واحد منا لابد أن يسأل نفسه سؤالا: هل هو صادق مع نفسه؟ هل هو صادق مع ربه؟ هل هو صادق مع الناس؟ هل هو صادق مع الكون الذي يعيش فيه؟ ولكل عنصر من هذه العناصر علامات دالة على الصدق والكذب. فإذا كنت صادقا مع الله عز وجل فإنك تفضل كل ما يقوله الله عز وجل على نفسك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى أولادك وعلى حياتك وعلى كل أمرك، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى حينما نزل نزلت هذه الآية في أنس بن النضر، حينما قال لما تخلف عن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قال: لقد تخلفت عن رسول الله في أول غزوة غزاها، فلئن أدركت غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فكان العام المقبل غزوة أحد، ولما انهزم المسلمون بعد انتصارهم في غزوة أحد، حتى أن كثيرا من الصحابة ترك سيفه وأراد أن يذهب إلى المدينة، فإذا أنس بن النضر يأتي ويدخل في صفوف الكافرين يهدهم هدا كما قلنا سابقا، فقابله سعد بن معاذ فقال له: أين تذهب يا أنس؟ فقال: أذهب أموت على ما مات عليه محمد، ظانا منه أن محمدا قد قتل. فقال: أموت، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي الكافرين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء على المسلمين، لأنهم لم يقفوا الوقفة التي يحافظون بها على انتصارهم، فدخل في صفوف المشركين يهدهم هدا فقتل. فلما قتل لم تعرفه الصحابة، إلا عرفته أخته الربيع بنت النضر ببنانه، ووجدوا في جسده 83 بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم. ولذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى فيه وفي من هو مثله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولذلك نرى أن الصدق مرتبة كبيرة عظيمة لا ينالها
إلا من جعل نفسه وعرض نفسه على منهج الله، حتى أن الله تبارك وتعالى يعطينا المثل في من تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك. هؤلاء الثلاثة، أنس بن مالك، كعب بن مالك حينما تخلف عن رسول الله في غزوة بدر، في غزوة تبوك، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن كعب بن مالك مع صاحبيه قد تخلفوا عنه، فجاء الناس يعتذرون، المتخلفون يعتذرون لرسول الله، وجاء المعذرون كل واحد منهم يعتذر إلى رسول الله ويقول لقد شغلتني، لقد كنت، لقد كنت، إلا كعب بن مالك وصاحبيه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذنبا كبيرا، لأنه لم يذهب ليقاتل مع رسول الله، فقد تخلف عن الغزو، فهذه كبيرة في حق الإسلام والمسلمين. ولذلك جاء إلى النبي وجلس بين يديه وقال قولته المشهورة: يا رسول الله، لم أرى أشد حجة مني وجدلا، فإن أردت أن أجادل لأخرج نفسي من هذا المأزق لفعلت، ولكني إذا فعلت ذلك أوشك الله أن ينزل في قرآنا يسخطك عليه، ولكني أصدقك حتى يعفو الله عني. فما كان من رسول الله إلا أن قال عنه وعن صاحبيه: أما هذا فقد صدق. ومكث 50 يوما لا يكلمه المسلمون، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، حتى أرسل إليه الملك، ملك المشركين، وقال: تعال في عز عندك. فقال: هذا ابتلاء أيضا من الله عز وجل. فلما وجد الله حاله هو وصاحبيه هكذا، أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ليكون لنا عظة في الصدق. قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، إلى آخر هذه الآيات. ولذلك جاء بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حينما تقول أو تتكلم أو تتصف بالصدق لا بد أن تذكر رجلا صالحا يسمى عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد دخل مرة على الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، ففرش له وأمر له أبو جعفر المنصور بسجادة ليجلس عليها، لأنه كان رجلا صالحا عالما لا يريد شيئا، صادقا في مبتغاه وفي نهجه إلى الله. فقال له أبو جعفر المنصور: عظني يا أبا عثمان. فنظر إليه عمرو بن عبيد وقال: يا أمير المؤمنين، لقد ولاك الله أمرا، أي الخلافة، لو بقي في من كان قبلك لم يصل إليك، فاتق الله في ليلة تتمخض بيوم لا ليلة بعده. ثم قام وانصرف. فلما أراد أن ينصرف قال له أبو جعفر المنصور: أمرنا لك 10,000 درهم. فقال: لن آخذها. قال أبو جعفر المنصور: والله لا بد أن تأخذها. فقال عمرو بن عبيد: والله لا آخذها. وكان حاضرا هذا النقاش ولي العهد المهدي ابن جعفر المنصور، فقال لعمرو بن عبيد: ويلك، يحلف الخليفة فتحنثه وتحلف أنت؟ فنظر إليه عمرو بن عبيد وسأل أبو جعفر المنصور، فقال له: من هذا؟ قال: هذا ولي العهد ابني المهدي. فقال عمرو بن عبيد للخليفة العباسي: لقد ألبسته لباسا ليس من لباس الأبرار،
ولقد سميته اسما لا يستحقه. ثم نظر إلى المهدي وقال: نعم يا بني، إذا حلف أبوك فحنثه عمك فإن أباك قادر على أن يدفع الكفارة، أما عمك فلا يدفع الكفارة. ثم قال، أراد أن ينصرف، فقال له أبو جعفر المنصور: ما حاجتك يا عمرو يا أبا عثمان؟ قال: حاجتي ألا ترسل إلي إلا إذا أتيتك. فقال الخليفة: إذا لا تأتينا. فقال: إذا لن تأتينا، أنت لا تريد أن تأتي. فقال: هذه حاجتي. ثم ترك الخليفة وانصرف. فقال أبو جعفر المنصور قولته التي دونت في الكتب وحفظت في الصدور ليدل على إخلاص هذا الرجل في صدقه إلى الله وتوجهه إلى الله، فقال لهم وللجالسين جميعا: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، إلا عمرو بن عبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ومعذرة للتأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. The Sheikh talked about truthfulness in the speech for the day. Truthfulness, it's one of the things that Allah Azza wa Jalla based all the religions on it. The numbers of the verses of the Quran and the numbers of the Hadith speak about truthfulness, tells you about its importance. Allah Azza wa Jalla, when He talked about Himself, He described Himself: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. No one is more honest than Allah Azza wa Jalla. And when he talked about the prophets in general, قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. And when he talked about Ibrahim, he said, remember in the book of the story of Ibrahim, he was a truthful promise, a truthful prophet. And when he talked about Ismail, قال إنه كان صادق الوعد. Also when he talked about Idris, Allah عز وجل said إنه كان صديق النبي. And the Nabi sallallahu alayhi wa sallam was known already before he became a prophet, ya akhwan, innahu kana sadiq al-wa'd. That is, kana yusamma sadiq al-amin. He was the truthful and the trustworthy. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam also encouraged us in the sunnah to speak nothing but the truth. Qala inna sidqa yahdi ila al-birr. Truthfulness leads to heaven. Truthful leads to righteousness, and righteousness leads to heaven. And some of us, they choose to be truthful in their speech, in their act, until they become known in the among the malaika, they are the truthful people. And some people, ya akhwan, they lie until lies become their identity. And the malaika, they know those people that they are liars. Abu Sufyan also, before he became a Muslim, he visited the Sheikh. He promptly asked Abu Sufyan about the Prophet of Allah, Muhammad. So he said, oh, tell me about that man. Have he ever lied to you? Abu Sufyan said, never. So it's not possible for that man to be honest with people and dishonest with Allah Azza wa Jalla. الصدق, the definition of truthfulness. هي مصادقة, هي مطابقة الواقع للمقال, مقال للواقع. To preach or to act like you preach. When you give a statement, when you say I was in a certain place, that means you say nothing but the truth. So your statement matches the reality. Allah Azza wa Jalla divided people in the Quran al-Kareem to three different groups. Allah Azza wa Jalla talked about them in Surah Al-Baqarah. So He mentioned five verses about the believers. Believers, there are the group of people who act like they preach. They preach like they act. And Allah Azza wa Jalla talked about the kuffar. Also the kuffar, they are truthful in their statement. When they say, well, we don't believe in Allah Azza wa Jalla, so they act according to that intention, according to that belief.
So Allah Azza wa Jalla talk about the disbelievers in two verses in the Quran al-Kareem. But when he talk about the third group of people, those who they say something and they conceal something else, that is the hypocrites, Allah Azza wa Jalla mentioned them in the Quran al-Kareem and Surah Al-Baqarah with the 13 verses. Also, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said the sign of the hypocrite, three. One of them, وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبْ, he is dishonest. You cannot take a word of the truth from his mouth. Nabi sallallahu alayhi wa sallam once was asked about the signs of the believer. So they said, O Prophet of Allah, is it possible for the believer to be stingy? So they said, yes, it is. Well, O Prophet of Allah, is it possible for the believer, like he can be a coward? He said, well, it is possible. But when you were asked about, is it possible for the believer to lie? He said, no. Because everything in this dunya is based on truthfulness. Now we are living in a very weird world here. Nothing is real. Everything based on faith and false statement. How is it possible for the dishonest people to lead the honest people? How is it possible for the liars to lead the truthful? Allah Azza wa Jalla, when we talk about Fir'aun in the Quran al-Kareem, he said, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. How is it possible for the people of Egypt to obey Fir'aun? Well, they know that he is a liar. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. He disrespected his own people, so they obey him. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Because the truthful people don't follow, they don't obey the dishonest people. So let's ask ourselves about our honesty. How close that we are from honesty, from the truthfulness. And I'm sure you can get the answer by yourself. Ask yourself how close you are to the Book of Allah Azza wa Jalla and to the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Nadr, one example the Sheikh mentioned, Anas ibn Nadr, he failed to marshal the army in the Battle of Badr. But he made a very, very good statement after the Battle of Badr. He said, if Allah Azza wa Jalla extended my life to another meeting, I will show my Lord the best of my performance. So Allah Azza wa Jalla gave Anas ibn Nadr opportunity until he witnessed the Battle of Uhud, when everyone ran away from the Prophet of Allah. So he promised Allah Azza wa Jalla that he's going to show him the best of his performance. So he carried his sword and he walked right into the battle. Everyone was running away. So Abu Bakr as-Siddiq told him, what are you doing? You're going the wrong direction. Everyone is running away. So he said, O Allah, I seek refuge with you from what the disbeliever did, and I seek your forgiveness from what my own people did. I mean, they ran away from the Prophet of Allah. And then he earned the shahad. So Allah Azza wa Jalla mentioned in the Quran al-Kareem, mentioned that person and those who follow his footsteps in the Quran al-Kareem, the verse that we're gonna, inshallah, continue reciting until the day, and the upcoming generation will recite that verse until the day of judgment. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَعَهُ اللَّهِ. Among the believers, there are some who are truthful to Allah Azza wa Jalla. They kept their promise to Allah Azza wa Jalla. They kept their promise, مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Some of them, they already passed away. And some were still waiting to earn the reward of Allah Azza wa Jalla. Ka'b ibn al-Malik, another example. Ka'b ibn al-Malik failed to march with the army in the Battle of Tabuk with no valid excuse yet. When the Prophet of Allah came back to the Medina, the hypocrite people, they went to the Prophet of Allah to tell him about their excuses. So everyone was able to come up with excuse. Ka'b ibn al-Malik said to the Prophet of Allah, you know, I'm a very gifted man. I know that I can get up arguing. And I'm sure I can come up with an excuse. But what's the point of me telling you something? And Allah Azza wa Jalla will go to expose it very soon. And everyone will know that I was a liar. I'm not going to tell you any lie. But I'll wait. Then Allah Azza wa Jalla issue his decree.
So Allah said, but this man, he is a truthful. Everyone came there and they prepared to excuse him. But that man said, no, I'll wait. And Allah honored him in the Quran as well. When he accepted his repentance, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ka'b ibn Malik waited 50 days, ya ikhwan. 50 days living in a society, no one talked to him, no one deals with him. No one actually say assalamu alaikum to him. You know how hard for you to be a stranger in your own town and to make the situation a lot worse than it is? Nabi sallallahu alayhi wa sallam told his wife to leave him alone and go back to your own parents. He said, oh, Prophet of Allah, how can I do that? This is the trial, ya akhwan. Your uncle sent him a letter. Said, well, I know what your own people did to you. Come to my valley, come to my town. I will grant you the respect that you deserve. And he said, this is another trial. So he waited until Allah Azza wa Jalla accepted his repentance. So ya akhwan, truthfulness, something that many people are missing nowadays. An iman called as-sadaq, at-tasdiq. So everything around us leads to liar. Society actually driving us to lie. When you come up to your boss at work, if you miss a day of work, and you call and say, well, I don't feel like to work today, would they accept your excuse? Never. But what about if you come up with false doctor report? They'll accept it. So they're forcing you to lie. They're forcing you to lie. Now if you come home late, you told your wife that you were in a certain place, she'll go crazy. But when you lie, she'll accept your excuse. And less goes on, ya. So everything around us leads us to lie. And this is the test. This is the real test. Can you be honest to yourself? Can you practice honesty? This is the real trial. And for this reason, Allah Azza wa Jalla said, قال, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. The people fear Allah and be around the truthful one. Liars lead you to lie, and truthful people will teach you how to be truthful to yourself, how to be honest to yourself, and how to be honest to everyone around you. نقول على قول واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أيها الناس، كل منا يمتحن نفسه في الصدق مع الله، مع النفس، مع الناس، مع الكون، تفوز وتنجح. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هذا وصلوا وسلموا على خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وأقيموا الصلاة. Allah.